احتفالات وتهان وألعاب نارية متلألئة بكل الأشكال والألوان، هكذا يعيش العالم في أجواء قدوم العام الجديد بقائمة أحلام وطموحات طويلة للعام الجديد. لكن في قطاع غزة تحولت الاحتفالات إلى مؤازرة، وتغيرت أصوات الألعاب النارية إلى غارات مدوية، فيما اشتعلت السماء بنيران صواريخ. العالم حيحتفل في عيد الميلاد ويشوفوا فراقيع ويشوفوا مهرجانات، وأنا مهرجاناتي صواريخ، أنا مهرجاناتي صواريخ براميل، هاي أطفال بتتدبح. أمنياتي مع السنة الجديدة أنه يوقف الحرب ونرجع لديارنا ونعيش زي العالم. احنا مش طالبين اشي، احنا بس طالبين نعيش زي العالم. اقل حاجة انا بتوجه من المجتمع الدولي على طلوع السنة الجديدة انه يطلع لنا برأف العين، يطلع لنا برأف العين. اطفالهم بلا مدارس، ورجالهم بلا عمل، واسر كاملة بلا منزل، حيث يأتي العام الجديد بطموحات مبددة، فيما أصبح أقصى حلم للأطفال هو وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والعودة إلى الديار وإن كان مدمرة. غزة تدمرت كلها، فيش مش راح يحتفلوا في رأس السنة لأنه هذه السنة راح تدمرت غزة. نتمنى أن نخلص الحرب على خير ونكون يعني مناح وعايشين في عز وكرامة، تكون مخلصة رأس السنة هذه ونروح على مدارسنا ونروح على بيوتنا نرجع لها. ظروف لا إنسانية، حيث تتجمع عشرة الأسر المكتظة داخل خيم بالية في محاولة لخلق تدفئة تحمي من برد الشتاء القارس في ظل ندرة الغذاء، بينما يتطلب جلب المياه رحلة طويلة لعدة كيلومترات في صفوف طويلة تستمر لساعات، وذلك بالتوازي مع قصف عشوائي وعدوان غاشم مستمر تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي، تجعل من الصعب تقديم المساعدات الإنسانية. عام جديد يدخل على قطاع غزة، ولا يزال العدوان الإسرائيلي مستمرا والاحتلال قائماً.